شباب بلوزداد ايضا من الاشياء اللي تكلمتها. كاين شيء الاهلي المصري والترجي التونسي لما سيطر على الكره الافريقيه دائما معروفين بالحديقه تاعهم المفضله، ملعب رات ثم ملعب القاهره. شباب بلوزداد دائما يعاني، ساعات تشوفه في البليده، ساعات في قسنطينه، ساعات في وهران، هذا الشيء ربما ياثر على اللاعبين شي مسلوب ايضا. صحيح، هو شباب بلوزداد وحتى اتحاد العاصمه نتمنى لهم ان شاء الله يكون عندهم ملعب في المستقبل، لكن هناك ملعب 5 جويلية، ملعب نيلسون مانديلا، الحمد لله هناك إدارة جديدة للمركب الأولمبي اللي تقوم بعمل كبير، عمل صيانة تاع الأرض. إعادة زرع الشبه أصلا من البداية. نعم، والأمور هي ماشية على ما يرام. أظن نهاية شهر أكتوبر راح تكون هذه الملاعب جاهزة، وحتمكن هذه الأندية يعني استقبال بدون مشكل في هذا.